شو انت تحديدا لما دعيت الاحزاب عشان مسألة سد النهضة وبتاع، انت كان عندك رأي واضح؟ لا ما رأي واضح في المسألة دي. انا كاتبه في وبالمناسبة حضرتك انا تنبأت ثورة 30 يونيو، وهقول لحضرتك حدوتة ظريفة لكن هي في السياق. انا يعني كنت اعرف صديق لبناني من احد الفصائل اللبنانية المهمة وحضر هنا، كان في مؤتمر، المؤتمر القومي العربي الإسلامي، أيامها ضموا المؤتمر القومي العربي على الإسلاميين عشان يعني نبقى كده يعني حبايب مع بعض. فأنا كنت عضو مؤسس في المؤتمر القومي. لما حصل ده يعني خرجت من المؤتمر القومي لأني شفت أنه انحرف عن جادة الصواب الحقيقة. المؤتمر ده عقد في فندق هيلتون رمسيس، وجي الصديق ده وبعدين بين هو اتصل بي عشان يقعد معي يعني يسمع رأيه كده. كان الإخوان بقى في ذروة مجدهم يعني كسبوا الانتخابات وبيحكموا مصر العظيمة يعني. فبيقول لي إيه رأيك؟ قلت له في إيه؟ قال لي في يعني الوضع وكده. قلت له الإخوان مش هيكملوا سنة في مصر. مش هيكملوا سنة؟ ده كان في بداية حكمهم يعني؟ في بداية حكمهم. فقال لي إزاي يعني؟ أستاذ أحمد ده يعني إيه تفكير بيسموه وشفل سينكس يعني بالتمنيات. انت عايز ده دي امنيتك مش ده مش ما فيش اي اساس واقعي. قلت له لا، انا بقول لك اهو، لو مرت سنه والاخوان في الحكم انا هعتزل السياسه. ما اعرفش كان عندي كنت باني على ايه؟ كان باني على يعني معرفتي بالاخوان ومعرفتي بمرسي ومعرفتي بحدودهم السياسيه وبيقيني في مصر. ده يقين يعني سميه يقين يعني صوفي كده، ان البلد دي لا يمكن ان تغرق في هذا المستنقع وان تقعد 50 سنه يحكمها هذا البشر. بعد كده رحت لبنان فاتصل بعد بيا. بعد ما مشوا بقى ولا كانوا لسه موجودين؟ لا بعد ما مشوا بعد سنه وشويه. فزرت لبنان فاتصل بيا هذا الصديق وقال لي رئيس الحزب عايز يشوفك. فروحت ما كنتش اعرفه يعني ما قابلتوش قبل كده. فقال لي انا لما جالي الاخ وقال لي ان انا قابلت فلان الفلان وقال لي انه الاخوان مش هيقعدوا اكتر من سنه، فقلت له ده اكيد مش طبيعي. يعني فلما حصل انا عايز اشوفك انت بنيت يعني بالظبط شفتها ازاي. فانا الحقيقه يعني كان عندي شبه يقين انه هذا الممر لن يستمر، هذا المسار يعني الشعب المصري هيوقفه، بس ازاي مانيش عارف. وبالمناسبه طبعا في اطراف محليه واطراف خارجيه لعبت دور كبير جدا في وصول الاخوان الى السلطه. وفي كتاب مهم اسمه اجهاض الديمقراطيه في مصر، كاتب امريكي حاكي بالتفصيل الضغوط التي مارستها امريكا على المجلس العسكري عشان يمرروا موضوع الاخوان. لانه الاخوان تلامذتهم وعلى صله من ايام طارق رمضان و وقبليه ما اعرفش والده كان اسمه سعيد رمضان. وحاكي بالتفصيل. وفي كتاب ايضا يعني خرج عن المجلس القومي للترجمه عن العلاقات البريطانيه بجماعات الاسلام السياسي، وحاكي بالتفصيل انه يعني ازاي يعني جماعه الاخوان المسلمين اتربت في احضان البريطانيين. وان لما الامريكان الظاهره الامريكيه دي بعد الحرب العالميه الثانيه بدأت في الصعود زي ما تقول سلموا ملفاتها لأمريكا. واحتضنت أمريكا الإخوان المسلمين وأغدقت عليهم ولحد هذه اللحظة. يعني رغم كل الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان وجماعات الإسلام السياسي، أمريكا ما طلعتش ولا بريطانيا اعتراف بأنها جماعة إرهابية، بتحميها وتسبغ عليها الحماية والدفاع المستمر عنها، وإن دي جماعة يعني دعويه وكده يعني. طب الحراك حضرتك والحزب شاركته بالبيانات المتتاليه لكن لما بدا لما بدا بقى الحراك على الارض، بدا جابت الانقاذ كانت شغاله من بعد الاعلان الدستوري، وبعدين انضمت تمرد للمشهد، دخلنا على الجمعيات يعني جمعيه حمايه الابداع والعصام والمثقفين في المشهد ده بقى المشهد يعني ده يعني ازاي ده مشهد من وجهه نظري مشهد تاريخي بمعنى الكلمه. ليه؟ لانه انا افهم انه رجال السياسه يعترضوا الحكومه تتدخل، لكن انت تحول مواجهه
مثل هذه المواجهات الى حراك شعبي واسع جدا. يعني شيء جديد في مصر، خصوصا انه يعني الوضع الديمقراطي ما هوش يعني منفتح يعني زي مثلا اوروبا، تشوف مظاهرات واحتجاجات. لكن مع هذا ده اللي بيثبت انه مصر تمتلك حيويه كامنه كبيره جدا، لو خدت فرصتها ستقدم للبشريه تجربه نموذجيه في الحوار السياسي، و يعني صياغه مسار جديد ينقل مصر نقلات كبيره جدا للامام. يعني على سبيل المثال المثقفين المصريين دورهم التاريخي، وانا شاركت في الوقفات اللي كانت قدام الوزاره، وزاره الثقافه قدام الاوبرا والاوبرا، وكان فيها الحقيقه عدد كبير جدا من يعني المثقفين، الله يرحمه الاستاذ سيد حجاب وكثيرين جدا، والاستاذه فتحيه العسال والاستاذ بقى طاهر وعدد الحقيقه من كبار المثقفين، وكثير منهم الظروف الصحيه ما كانتش يعني يعني تؤهله ان هو يلعب هذا الدور، لكن اعتصموا وناموا في على الارض وتحملوا المشاق عشان يقولوا لا لن تمر يعني مشاريع الاخوان على جثث الثقافه المصريه.